السلام عليكم الحضور الكريم، بارك الله فيكم. بخير وخارج المغرب، نتمنى ان شاء الله تكون على خير وبخير وبداية اسبوع موفق ان شاء الله. ما عرفش الصوت سي العتابي، اكد لي الصوت مزيان، كتسمعني مزيان؟ الصوت مسموع، انت كتسمعني مزيان؟ لا لا مزيان، تبارك الله عليك، فرصة بارك سعيدة الله هذه ان شاء بارك الله. الله الرحمن لك سي الرحيم، امين، نهار كبير هذا. نبدأ ان شاء الله كما تكون. مرحبا بكم الاخوه الاخوات داخل وخارج المغرب، لاول مره غيحضروا معنا، وحتى اللي فايت سبق لي حضروا معنا في شي عرض من العروض. اليوم ككل اثنين كنتكلموا دائما على واحد الباقه من الباقات ديال المنتجات ديالنا، كنتكلموا واحد المشكل من المشاكل اللي كيكونوا في الصحه ديالنا. كنعرفوا بزاف المشاكل اللي كيكونوا في الصحه ديالنا، ومع الكوفيد ولاو كيبانوا بزاف ديال المشاكل اللي خصنا نخدموا عليهم. بالاضافه ادويه، خصنا التغذيه، خصنا مكملات غذائيه. الموضوع ديال اليوم هو كيتكلم على واحد الحاجه اللي كنت كنعاني انا شخصيا، وهو الزياده في الوزن. كان عندي اكثر من 141 كيلو، مش بزاف الحويجات باش نوصل لهذا الشيء وصلت ليه. مي ماشي انا غادي نتكلم، انا غتكون عندي واحد الشهاده في الاخير ان شاء الله. مي تبارك الله الاصدقاء ديالي، تبارك الله الناس اللي وجدوا لنا واحد العرض اللي زوين بزاف. غادي نبداو ان شاء الله بالسي محمد العتابي من مدينه قنيطره، غادي يبدا معنا ان شاء الله العرض. وكل مره غادي يدوزوا الاخوان ان شاء الله عرض واعر بزاف، اجنده وستيلو، خذوا بزاف ديال لي نوت اللي غادي نستافدوا بهم كاملين. تفضل استاذ، مرحبا بك. السلام عليكم سي أمين، السلام عليكم السادة المقاولين المقاولات. حقا سي أمين أنا سعيد جدا أن نلتقي معك في هذه الحصة، وسعيد جدا أن أتاح لي الفرصة في هذا المنبر الجميل اللي كيجمع كل المقاولين المقاولات، يعني في هذه الأسرة الجميلة ديال فوريفر ليميك اللي كتحرص بطبيعة الحال على الصحة والسلامة ديال الناس، بالإضافة إلى تنمية المقاولة. فالمقاول قبل أن ينمي مقاولته يجب أن ينمي صحته، وهذا هو الديدن اللي كنجتمع عليه في الأساس. وكنظن بأن إذا كان شي خير كبير، يعني بالإضافة إلى تنمية المقاولة في بعدها المادي، إذا كان شي خير كبير وشي صدقة جارية نتركها للناس في المجتمع، هو أن نعلمهم كيف يحافظوا على صحتهم باختيارهم، كيف قبل أن يحافظوا عليها وهم مضطرين. إذا أنا سعيد جدا سي أمين نتلقى بك ونتلقى بكل القادة والقائدات والمقاولين والمقاولات في هذا العرض. اليوم غنتناولوا الموضوع ديال التحكم في الوزن، المفاهيم، وأيضا حتى الوظائف والأدوار، بواحد المقاربة مختلفة. ما نقولش مختلفة من حيث أنها جديدة، ولكن فقط باش تفتح الباب لكل المقاولين والمقاولات أنهم يتناولوا الموضوعات المتعلقة بالمنتجات دائما بواحد النوع ديال البحث، بواحد النوع ديال الدراسة، بواحد الشمولية في الرؤية اللي تجعلهم أنهم محيطين بالمعلومات الأساسية ديال المنتجات الرائعة والمنتجات ذات الجودة العالية اللي كاينة في يعني في الأسواق ديال الشركة ديالنا. وطبعا ملي كنقدموها للناس نقدموها لهم طبعا بمفاهيم ايضا صحيحه، ونعطيهم يعني استشاره دقيقه جدا تتمكنهم من الاستعمال الجيد للمنتوج، وطبعا الحمد لله نحافظوا ونحققوا النتائج المرجوه. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله كما قلنا غنتناولوه بهذه المقاربه هذه. غادي نبارطاجي سي امين الديابو، بغيت تقول لي واش نبارطاجي الصورة عند الناس. ديابو كاين؟ هو غادي يبان دابا، صافي تبارك الله عليك، كاين دو ديابو، تفضل يا استاذ. ممتاز، إذا باقة فور ايفر للتحكم في الوزن اليوم، غادي نرفقكم رفقة القائد محمد رحيلة. بداية نعرفكم بنفسي، محمد العتابي، أنا إعلامي. معد ومخرج، سبق لي اشتغلت في واحد مجموعة من القنوات في مجال الإعداد والإخراج داخل المغرب وخارجه، واشتغلت أيضا في الصحافة المكتوبة، والآن حاليا مقاول ذاتي في مجال الإعلام والخدمات الإعلامية وخدمات الملحق الإعلامي بصفة عامة، بالإضافة إلى العمل ديالي كمخرج وككاتب سيناريو في مجال الدراما والسينما، خصوصا في المجال الوثائقي. ولكن اليوم غتسمحوا لي نلعب معكم او نلبس معكم ان صح التعبير واحد القبعه عزيزه عليا، وهي قبه الصحافه العلميه اللي مهتم بها بشكل كبير، وكنت كنتابعها وعملت واحد المجموعه من الاعمال الوثائقيه مرتبطه بالصحافه العلميه. اليوم غنتكلموا على المفاهيم،
وعلى الوظائف الأساسية ديال باقة فوريفر للتحكم في الوزن اللي كنصطرحوا عليها بالديتوكس. هذه الباقة هذه حقيقة منذ أن تعرفت عليها ومنذ أن جربتها وجربوها العائلة ديالي وجربتها الزوجة ديالي، وأنا كنحاول نبحث على السر ديال قوة هذه الباقة الجميلة، ولقيت بأنه الخبراء ديال الشركة حقيقة قاموا بواحد المجهود كبير في هذه التوليفة اللي كتحقق واحد النتائج مبهرة للجسم، ليست لها علاقة فقط بالوزن بل لها علاقة بوظائف أساسية في الجسم. وهذا اللي غنحاولوا اليوم نقربوا الحاضرين معنا والمتتبعين من أهمية هذه الباقة التي لا تقتصر على وظيفة واحدة أو وظيفة محدودة، بل هي وظيفة شاملة ومهمة للجسم. داكشي علاش اليوم غنتكلموا على المفاهيم الأساسية اللي خصنا نتمكنوا منها كمقاولين، وفي نفس الوقت خصنا نتعرفوا على الوظائف الأساسية ديال هذه الباقة اللي غتجعلكم، أنا متيقن غتجعلكم تنظروا واحد النظرة مختلفة لهذه الباقة الجميلة. الناس بصفة عامة ملي كيبغوا يتكلموا لنا على مشكل الوزن حقيقة تيتكلموا لنا على مشكل ثقافة في المجتمع، لأنه هناك بعض المجتمعات للأوزان الزائدة عندهم مسألة عادية، كما أن بعض المجتمعات الأوزان النحيفة أو الأوزان الضعيفة من حيث المورفولوجي يعني الشكل المظهر الخارجي للجسم عندهم مسألة عادية، ولكن بالنسبة لنا احنا في المجال الصحي وفي مجال الرسالة الصحية مسألة الوزن هنا ثقافة أساسية مرتبطة بالسلامة والصحة، مرتبطة بالوقاية، مرتبطة بمؤشر يدق ناقوس الخطر على كل إنسان، هل هو في وضعية صحية جيدة أم أنه في وضعية بدأت تقترب من الخطورة أو لا قدر الله دخلت في مجال أو في مستوى الخطورة. بصفة عامة احنا كمقاولين اللي كنكونوا كنتعاملوا مع يعني الزبناء ديالنا أو العائلة ديالنا أو المعارف ديالنا، طبعا كيشكيو مع مجموعة من الحالات المرضية ومجموعة من المشاكل في الصحة ديالهم. وطبعا في العملية ديال التشخيص أكيد كنمشيو نقلبوا على مسائل جزئية، وكنمشيو نقلبوا على لي ديتاي التفاصيل، ولكن كنساو بعض العوامل المهمة بزاف اللي كتحكم في المنظومة ديال الجسم ككل. هذاك الشيء علاش حنا في المنظومة ديال المنتجات ديال فوريفر الجميل فيها هو أنها لا تخاطب الأعضاء بمعزل على المنظومة، ما كنخاطبوش المعدة بمعزل على الجهاز الهضمي، ما كنخاطبوش مثلا الكبد بمعزل على الوظائف ديال التصفية وعلى وظائف ديال مثلا ديال التحكم في تحلول الدم. ملي كنتكلموا مثلا على المناعة ما كنتكلموش فقط على واحد الوظيفة جزئية، بل كنتكلموا على وظيفة شاملة ومتكاملة. فمن بين الأمور الأساسية اللي خصنا ننتبهوا ليها هي ثقافة الوزن، وننتبهوا على ان الناس دائما نسالهم في البدايه ديال التشخيص ديالنا في السؤال ديالنا على الحالات ديالهم والمشاكل الصحيه اللي عندهم على واحد المؤشر مهم جدا كيتسمى بالانجليزيه بي ام اي، هو ما يسمى بمعدل كتله الجسم. العجيب في هذا المؤشر هو ان الباحثين والخبراء في مجال البيولوجيا يعني علم وظائف الحيوية الوظائف الحيوية أو علم الفيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء داروا واحد المجموعة من الأبحاث اللي جعلت واحد المؤشر كنعتبره أنا مؤشر معجزة. علاش؟ لأنه سبحان الله الإنسان مهما اختلفت القامات ديالنا واختلفت الأوزان ديالنا كاين واحد المعامل ديال التناسب اللي ضروري خص يكون حاضر لكي يجعلنا نقولوا هذا الإنسان واش كيعيش وزن مثالي ولا ماشي وزن مثالي. الوزن المثالي بمعنى وزن مناسب، اي ان الصحه ديالو نقدروا نقولوا واحد الحكم اولي على انها صحه جيده، هو اللي كيتسمى المؤشر بي ام اي او معدل كتله الجسم. باختصار العلماء وصلوا لواحد القاعده اللي كتقول بان البي ام اي هو ان كنشدوا الكتله ديال شي انسان وكنضربوها على طول طول كيعطينا واحد الرقم، كيعطينا واحد الخارج، هذاك الخارج كنصنفوه وكنشوفوا حينئذ فين نقدروا نوضعوا المستوى ديال الخطوره ديال هاد ديال هاد ديال ديال توازن الجسم ديال الانسان والكتله ديالو مع الطول ديالو. فيقدر تكون عنده نحافه منفرطه
ممكن كما أنه تكون عنده سمنة مفرطة، ممكن تكون عنده بداية السمنة، ممكن تكون بداية النحافة، أو تكون عنده وزن مثالي. وهكذا من خلال بي ام اي كنقدروا نصحوا الناس، نقولوا لهم راكم خصكم تنقصوا الوزن أو أنكم خصكم تزيدوا الوزن. الغالب في البي ام اي كنلقاو الناس عندهم وزن زائد. ملي كيكون عندهم وزن زائد أكيد أنه أسباب متعددة، إما كتكون سمنة مرتبطة بالإفراط في تناول الطعام، وهذا مهم جدا، وللأسف أن الناس اللي كيبغيو يديروا نقص الوزن عن طريق بعض الريجيم أو بعض الوجبات أو أنظمة التخسيس التي لا تنضبط لقواعد علمية وكتكون المدة ديالها سريعة، كتكون عندها مضاعفات وخيمة. كما أن الإفراط في تناول الطعام كيؤدي لواحد السمنة سريعة جدا. السمنة المفرطة إذن بقلة الحركة نتيجة عدم الاستقلاب اللي غيتكلم عليه القائد الرحيلة فيما بعد، نتيجة عدم حرق الدهون اللي غيتكلم عليه القائد الرحيلة بعد قليل إن شاء الله. كاين مشكل حتى أيضا ديال الجينات، كاين بعض الأسر اللي كنلاحظوا أن الهيئة ديالهم بصفة عامة ديال أغلب أفراد الأسرة إما تميل إلى السمنة أو تميل إلى النحافة، وبعض الأسر كنلقاهم مختلطين بين النحافة وبين السمنة، وهذا كيكون لاعتبارات جينية. أيضا الإصابة ببعض الأمراض كيجعل بعض الاختلالات في التوازن ديال وظائف الجسم، وكيجعل أن السمنة للأسف أنها كتكون حاضرة في هذا السياق. كما يمكن أن تكون النحافة المفرطة نتيجة بعض الأمراض الخطيرة اللي كتأدي يعني بالإنسان أنه كيفقد واحد الكتلة تاع الوزن في واحد المدة قليلة. أنا شخصيا كمصاب بداء السكري الصنف الثاني كانت عندي وزن مفرط نتيجة عدم الإفراط في تناول الأطعمة وعدم التوازن في الغداء ديالي، زائد قلة الحركة بحكم الحالة ديال الصحية ديال الإعاقة، مما جعل أن الوزن ديالي في واحد المرحلة كان مرتفع جدا، وزيد عليها قلة الحركة مما سبب لي يعني السكري من الصنف الثاني، بالإضافة إلى أمراض أخرى. الحمد لله دابا بفضل فوريفار وبفضل المكملات الغذائية الطبيعية استطعت أني أتحكم يعني في السكري ديالي، وقدرت الحمد لله أني نطيح واحد العدد كبير ديال من الكتلة ديال الوزن ديالي، مما جعلني أن الحمد لله كنعيش واحد الوضعية صحية ولله الحمد. كاين تناول بعض العقاقير وبعض الأدوية، يعني للأسف أن الناس ملي كيستعملوا أدوية فيها بعض المواد الكيماوية اللي عندها مضاعفات على الجسم كتجعلهم أن الوزن ديالهم كيرتفع واحد المدة معينة، ولي عندهم صعوبة أنهم ينقصوا الوزن، بالإضافة إلى حالات نفسية أخرى مثل الاكتئاب، مثل القلق الناتج على بعض الاختلالات في التغذية، أو نقص بعض الفيتامينات الأساسية، واللي من أبرزها الفيتامين دي اللي هو دائما يكون مؤشر وعامل كبير للإصابة بالاكتئاب والقلق. إذا مفهوم التحكم في الوزن أشنا هو؟ ملي كنعرفوا البي ام اي وكنحدوا مؤشر كتلة الجسم وكان نعرفوا بأن الإنسان إما عنده نحافة مفرطة أو عنده سمنة مفرطة أو بداية سمنة أو بداية نحافة، يعني في واحد المستوى متقدم، واش حنا حقيقة مطالبين برفع الوزن إذا كنا في مرحلة أو في حالة النحافة، ولا حنا مطالبين بإنقاص الوزن اللي كنا في مرحلة السمنة؟ المفهوم اللي حقيقة خصنا نروجوه كمقاولين من الناحية الطبية ومن الناحية الصحية هو أننا خصنا نتحكموا في الوزن باش نحققوا التوازن. حقيقة ما خصنا لا نضيفوا لا نقصوا، خصنا نحققوا التوازن، بحيث أن الأشياء الزائدة غتبقى تحرق راسها، والأشياء اللي ناقصة غادي تضاف للجسم وغتعطينا طبعا الغذاء وتعطينا المفعول اللي كنقلبوا عليه جميعا. إذا الأساس في هذه الباقة الجميلة اللي غنتكلموا عليها في شركة فوريفر اللي هي باقة الديتوكس، هو أنها تحقق واحد الهدف أسمى في صحة الناس، وهو الحفاظ على توازن الجسم حتى لا ينحو نحو سمنة مفرطة أو ينحو نحو يعني نحافة مفرطة. إذا هنا لاحظتوا في هذا الرسم اللي كتشوفوا الآن، عذرا نقطع التليفون، إذا كتشوفوا في هذا
الصورة على أن الكتلة ديال الجسم ديال الإنسان اللي هي مكونة من واحد جزء عضلي ومن دهون ومن مجموعة من يعني مقاطع اللي كتجعل أن الجهاز العلوي ماشي بحال الجهاز الوسطي ماشي بحال الجهاز الأسفل. هذا كله تيبين لنا بأن التوازن حقيقة في الجسم مرتبط بهذا النسب اللي خص يحقق الإنسان في الجسم ديالو سواء كان رجل أو امرأة. وكتلاحظوا الخطير جدا في هذا الرسم. هذا هو المنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى اللي ما كنتحكموش فيها طبعا كيكون تراكم ديال الدهون، تتكون مقدمة الظهور البطن، تيكون مشاكل أخرى اللي غنتكلموا عليها إن شاء الله بعد قليل في الحصة أو الفقرة الموالية مع القائد محمد رحيلة، وأيضا أثناء الفقرة الأخيرة ديال الكويز أو فترة الأسئلة النقاشية. الشركة الأساس في هذه الباقة هو أن جعلت فيها واحد المادة أساسية، بل كل المنتجات ديال الشركة فيها مادة أساسية اللي هي مادة الألوفيرا. والألوفيرا اللي هي نبتة اللي اختارتها الشركة بعناية، واللي هي كتنتمي لفصيلة البرداسينساس ميلر. والقديما الجميل هو أن العرب في الطب العربي كانوا كتسموه بالألو الوفيرة لوفرة غذائها، 20 معدن، 18 حمض أميني، 12 فيتامين، يعني 75 عنصر مغذي، إضافة إلى وظائف أساسية لتقوية المناعة، تسهيل الهضم، تطهير الجسم، تجديد الخلايا. لاحظوا بأن عندها واحد الأهمية كبيرة فعلا، يعني كتستحق الاسم ديال الوفيرة لوفرة منافعها ووفرة غذائها. فالباقة ديال التحكم في الوزن عندنا حقيقة ملي كنقراو هذه المعطيات كيجيب لنا الله، ماشي بغينا نقصوا الوزن، بغينا نزيدوا، بغينا نتغداو، بغينا نتهلاو في الجسم ديالنا. وفي الحقيقة هذا هو المفهوم الحقيقي ديال التحكم في الوزن، هو نعطيو للجسم الحاجيات اللي هو محتاجها، ما نحرموش الجسم من الحاجيات ديالو اللي بغا، لان حنا كناكلو بالذوق ديالنا، ما كناكلوش بالحاجيات الاساسيه اللي كيحتاجها الجسم. لهذا فثقافه المكملات الغذائيه اصبحت تتنامى في العالم، وبداو الناس كيعرفوا الاهميه ديالها، لانه واخا يقدموا النظام ديالهم ديال التغذيه ويوفروا التغذيه كيف ما بغاو، ما غاديش يعطيو الحاجيات الاساسيه للجسم. هذاك الشيء علاش هي الالوفيرا كعنصر اساسي في هذه الباقه. العصاره ديال الالوفيرا كتخلينا ناخذ الغذاء الشامل، وكتعطينا اننا نخدموا الوظائف الاساسيه في الجسم. وخير مثال هو ان الناس اللي كيشربوا الالوفيرا كيلقاو واحد الراحه كبيره جدا، كيلقاو بان واحد التوازن رجع لهم الجسم ديالهم، وكيتمناو دائما يبقوا مستمرين في الشرب ديالها. هذاك الشيء علاش الشركه ديالنا والخبراء ديال الشركه مشكورين، حاولوا انهم يجعلوا لنا واحد المنتوج اللي هو لقى واحد الشهره كبيره في العالم، يسمى بالديتوكس. واللي الحقيقة سمحوا لي نقول لكم هذه المسألة وبخيس حقه، ما تخضرش للقيمة ديالو الحقيقية، لأنه ارتبط بمفهوم الزيادة في الوزن فقط. هو حقيقة الديتوكس هو إزالة للسموم، ومن كان يزيل السموم من الجسم وكان يعطيه للجسم التغذية الحقيقية اللي محتاجها، أكيد يحقق التوازن. ومن يحقق التوازن تحصيل حاصل، كيكون عندنا التحكم في الوزن. ما يمكنش الوزن ديالنا يمشي في اتجاه السمنة، وما يمكنش انه يوقع لنا فقر يعني في الحاجيات والتغذية الجسم، ونمشيو لا قدر الله في اتجاه النحافة، لأن كلاهما هما عندهم مضاعفات وخيمة وخيبة وخطيرة جدا على الجسم. إذا البقا ديالنا بخلاصة داروا فيها واحد الكومبينيزون، داروا فيهم واحد التناغم جميل جدا اللي كيجعل أن الألوفيرا كعصارة كتعطي الوظيفة ديال أولا التقوية تاع المناعة، كتعطي إزالة السموم، كتعطي التغذية الشاملة. ومادام أننا كنتغداو خصنا تكون عندنا عملية الهضم أساسية، لأنه بيت المعدة بيت الداء كما قال كما يقال، وبالمفهوم المخالفة هو المعدة بيت الشفاء. إذا عملية الهضم كلما كانت أساسية وكانت صحيحة إلا وأنها غتحقق لنا يعني الصحة الجيدة. داك الشيء علاش الباقة ديال الديتوكس فيها واحد أربعة ديال العناصر أو أربعة ديال المنتجات اللي كتلعب دور تكامل الوظائف فيما بينها، ما بين العصارة ديال الألوفيرا، ما بين الأكتيف بروبي اللي هو كما كتعرفوا جميعا هو واحد المزرعة كبيرة ديال 8 المليارات ديال البكتيريا الطبيعية اللي كتعطينا العقل الثاني
في الجسم ديالنا، بالإضافة لواحد الحديقة جميلة متنوعة من الخضر والفواكه، أزيد من 20 خضرة وفاكهة، بالإضافة لمجموعة من الأعشاب أخرى اللي كتلعب الدور ديال أنها تعطي للجسم الحيوية والنشاط وتعطيه ما يحتاجه فعلا، بالإضافة لواحد المنتج اللي هو سميتو الالترا لايت، اللي هو ايضا يعني كيعطي الطاقه وكيجعل ان الترهلات الدهنيه ما تكونش حاصله، وكيقوي يعني لاماس مشكله الكتله العضليه الى اخره. خلاصه القول ما غندخلش في التفصيل ديال المنتوج، لان تبارك الله عليكم غتدخلوا الانترنت وغتكتبوا الاسم ديال كل منتج من هذه المنتجات، سواء الالوفيرا سواء البروبي سواء السوبر جرين سواء الالترالايت، وغتعرفوا المنافع الكبيره. المهم عندي هو انني بغيت نشير لكم الى عنصر التكامل وعنصر التداغم وعنصر تكامل الوظائف بين هذه المنتجات اللي كتنتمي الى باقه واحده. كاين عندنا واحد الباقه اخرى تتسمى بالاف كانز، واللي كيقدر الانسان يديرها، خصوصا اذا كانت عمليه التوازن او التحكم في الجسم تتطلب واحد المده طويله. كاين عندنا الاف كانز، واللي هو مضاف فيه واحد جوج ديال المنتجات اللي هما الطغم وهما اللين. وعقلوا على هذا المنتج ديال الطغم واللين، غيتكلم لكم القائد الرحيل عليه بزاف، لانه بالنسبه للناس اللي عندهم واحد الاختلال معين من واحد الدرجه معينه، انا كندير لكم التشويق، خصهم يعرفوا بانه بعد الديتوكس يمكن لهم يستعملوا اللين والطغم، لانه غيلعب لهم واحد الوظائف اساسيه من بعد الديتوكس، او في حاله ما استعملوا الباقات ديال الاف 15. اذا السؤال المطروح، اشنا هو هذا النظام المسؤول في الجسم ديالنا على عمليه التحكم في الوزن؟ او بطريقه او بسؤال اصح، ما هو النظام اللي خلقه الله في الجسم واللي هو مسؤول على عمليه التوازن، اللي كيجعل ان البي ام اي ملي كنحسبوه في كتله الجسم كنلقاوه مثالي، او كنلقاو دائما الانسان مهما ياكل ويتهلا في راسو في التغذيه دائما كيعيش التوازن الغذائي ديالو. اذا هنا غنطرح واحد السؤال كبير، وغنخلي القائد محمد رحيله يستمر معكم باش يفهمكم واحد النظام عجيب عجيب، هو من معجزات الله في خلقه، وكاع الناس عندهم هذا النظام، ولكن الاختلال فيه المشكل فيه هو اللي كيجعلنا في حاجه ماسه اننا فعلا نديرو فقط الديتوكس. اذا القائد محمد رحيله اربط الخط معك مباشره ونعطيك الكلمه في الجزء الثاني من هذه المداخله، لك الكلمه. شكرا سيدي محمد على هذه المقدمه الرائعه اللي فتحت الشهيه ديالنا وعرفتنا بواحد العنصر مهم في الجسم ديالنا، اللي الا انتبهنا ليه غادي نعيشوا في صحه جيده، ولا ما انتبهنا ليش مع الاسف غادي تدهور الصحه ديالنا. النظام ديال الديتوكس واحد النظام رائع رائع جدا، وضعوه خبراء في التغذيه بواحد الشكل دقيق جدا اللي غتشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم من خلال عرض التكمله ديال المقدمه العامه ديال القائد محمد العتابي. وبدوري ما ننساش نشكر المتجر السي امين قشيح اللي تبارك غني عن التعريف وله تجربه يعني رائعه جدا هاد الباقه، وغادي نترك لكم الرحمن الرحيم في الاخير الشهاده ديالو، اكيد غادي تعجبكم بزاف ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومعنا شهاده اخرى ديال واحد المقاول اللي هو رائع رائع جدا سي بابا خويا، غتكون لنا ان شاء الله معاه واحد المداخله. اذا على بركه الله، شنو هو النظام المسؤول على هذا التوازن داخل الجسم ديالنا؟ انتبهوا مزيان، لان اقول ان هذا النظام هو سر الحياه. الى التوازن غيكون النظام الحياتي ديالنا، يعني الجسم ديالنا يحيا بشكل منتظم ورائع وخفيف ونشيط، ولا اختل تكون مضاعفات وخيمة. سيدي محمد دوز للسلايد الثاني. سيدي محمد معايا؟ ممتاز. هذا النظام هو التمثيل الغذائي او عملية الايض او عملية الاستقلاب، بالفرنسية تتسمى لو ميتابوليزم، الميتابوليزم سيلولار، عملية الاستقلاب الخلوي. إذا هذا التمثيل الغذائي قلت هو مهم جدا بزاف، وهذه الحصة التحسيسية لهذا النظام
الرباني الفريد من نوعه، لأن به يعني تستمر الحياة، به تيكون الجسم ديالنا تيكون يعني النظام ديالو يعني سليم جدا، وإذا اختل يكون العكس. إذا ما هو التمثيل الغذائي؟ هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي تكون على مستوى خلايا الجسم، جميع خلايا الجسم، سواء الخلايا العظمية أو الخلايا العضلية أو الخلايا الدماغية أو خلايا الأعضاء أو خلايا الدم، كلها تكون فيها التمثيل الغذائي. إذن هو ما تستثنيش أي خلية من خلايا الجسم. ولكن الشائع هو أن التمثيل الغذائي تيقولوا بأنه تحرق لنا الدهون أو لا تحرق لنا السكريات باش يعني الجسم ديالنا يتخلص من ذيك السكريات أو الدهنيات الزائدة، وهذا خطأ. غنلاحظوا بأن التمثيل الغذائي فيه ثلاثة ديال الوظائف مهمة، هي عملية الهدم أو التجزئة، الفرنسية تسمى لو كاتابوليزم، ثم عملية البناء، أي بناء مواد كيميائية يحتاجها الجسم، تسمى بالفرنسية لانابوليزم، ثم عملية التطهير، تطهير الجسم من السموم ومن الفضلات الاستقلابية أو الفضلات الأيضية والفضلات الأزوتية النيتروجينية، لأن الفضلات خصها تطرح، وهذه الفضلات من تطرح تتكون نتيجة عن عملية التكسير أو الهدم لو كاتابوليزم ديال المواد اللي تغدينا بها، سواء دهنيات سواء كربوهيدرات يعني سكريات سواء بروتينات. سي محمد دوز السلايد الثالث. إذا العملية هي كالتالي، عملية التمثيل الغذائي في ثلاثة ديال المستويات. المستوى الأول هو عملية الهدم أو التفتيت أو تجزيء المواد اللي تناكلو حنا، تكون كربوهيدرات بروتينات دهون، هذه المواد اللي تحتاج الى تجزيء. كاين بعض المواد التي لا تحتاج الى تجزيء كالماء مثلا، كالفيتامينات لا تحتاج الى تجزيء، ولكن ثلاثه ديال مكونات غذائيه تناكلوها خصها تجزيء باش يستفد منها الجسم، باش يستفد منها خلايا الجسم، وهي الكربوهيدرات بروتينات والدهون. وكاين الغريب، غريب جدا، استشهدوا بان الديتوكس فعلا وضع بطريقه يعني علميه غايه في الروعه، انهم ديتوكس الالوي فيرا فيها ليزونزيم، فيها الانزيمات اللي هي المحفزات لهذه العمليه ديال الهدم، هما لي كاتاليزور، لان ولا هما ما تكونش هذه العمليه ديال الهدم. اذا الانزيم بدونهم، واخا يكون عندك كربوهيدرات كثيره، بروتينات كثيره، تتاكل الدهون كثيره، يعني الجسم ما غيستافدش. علاش؟ لانك ما عندكش واحد الانزيمات اللي بين قوسين عباره عن خمائر اما تتكون داخل الجسم واما تاخذها الجسم من المأكولات اللي تياكل. اذا عن هذا الكاتابوليزم او عمليه الهدم تيخرج لنا مثلا الجليكوز، تخرجنا الاحماض الامينيه من البروتينات، تخرجنا الاحماض الدهنيه من الدهون. اذا هذا الجليكوز والاحماض الامينيه والاحماض الدهنيه يستفيد منها الجسم، يستفيد منها كل الجسم، كل خلية تتأخذ الحق ديالها من هاد المواد اللي ناتجة عن عملية الكاتابوليزم أو عملية الهدم، وتنتج على هاد العملية تحرير الطاقة اللي هي تسمى باللغة العلمية لاديزينوزين تري فوسفور، وواحد الطاقة اللي تنشوفوها إلا كنا تنتحركوا أو لا تنمارسوا الرياضة أو لا تندير واحد المجهود عضلي، تنلاحظوا بأن الجسم ديالنا تيسخن، ذيك هي الطاقة المحررة نتيجة عملية عملية الهدم، وتتنتج عنه فضلات أيضية، منها الماء مثلا تخرج عن طريق التبول، منها ثاني أكسيد الكربون تخرج عن طريق التنفس، وكذلك بعض الفضلات النيتروجينية كالأمونياك اللي هو النشادر، وكحامض البوليك لاسيدوريك، وبعض النيتروجين تقول وتتخرج عن طريق الحرق، وهناك بعض الاملاح اخرى هي ترجع عن طريق هذه العمليه ديال ازاله الفضلات. هذه الجليكوز الاحماض الامينيه او الاحماض الدهنيه يعني تحتاجها الجسم مره اخرى، يحتاجها، وهذا هو الذكاء ديال الجسم،
ذاك الجسم المتوازن اللي عنده هذه العمليه الاستقلاب تعاود يوظفها في بناء الخلايا. لذلك النمو ديال الانسان تيكون عن طريق هذا الانابوليزم، عن طريق البناء التفاعلات الكيميائيه البانيه او البنائيه. نلاحظوا ان الجسم تيدرجوا زي الوظائف حسب الحاجه ديالو بذكاء رباني الا كان عنده ذاك التوازن، والا اختل غنشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ماذا يقع. اذا سلايد اخر سي محمد. تحدو الا كان اختلال تتحدث امراض استقلابيه او امراض ايضيه، وتتكون غالبا ناتجه على نقص الانزيمات، يعني نقص الانزيمات هذيك الضروريه لعمليه تحفيز عمليه اما ميتابوليزم كاتابوليزم او لا ميتابوليزم انابوليزم، اما عمليه البناء او عمليه الهدم. كذلك فقدان الانزيمات هو يعني خطر جدا، يؤدي الى امراض استقلابيه. كذلك سوء التغذيه، يعني تقدر تكون عندك ذاك الانزيمات تتاكلها ولا توفرها الجسم لينتجها، ولكن سوء التغذيه خاصه حنا تنعيشوا في واحد ظرفيه زمنيه يعني الغذاء غالبا ما يكون سيء، وحنا تنقلبوا على البنه وما تنقلبوش على الجوده، تنقلبوش على القيمه الغذائيه الصحيحه، ولكن تنقلبوا على البنه في ذاك الماكولات الجاهزه الماكولات السريعه اللي هي خطيره جدا، ولا انصحكم بتناولها. اذا هذه مجموعه ديال الامراض الاستقلابيه عطيتكم غير الاسباب ديالها الكبرى، هي فقدان الانزيمات او نقص فيها او سوء التغذيه. النتيجه وهذا هو الخطير، قلنا ديتوكس انه ديتوكس اللي تيدير تعاود يوازن عمليه الاستقلاب الخلوي، تعاود يضبطه، ما تيكونش فيه اما سرعه الاستقلاب او البطء في الاستقلاب، لان سرعه الاستقلاب ماذا تؤدي؟ تؤدي الى النحاف، بطء الاستقلاب يؤدي الى زياده في الوزن. ديتوكس لانه بالانزيمات غني بالمواد الغذائيه تستعمل بالمواد الطارده للسموم، اذا تتمنع من تراكمها جميع المواد الكيميائيه الغير مرغوب فيها في الخلايا. كذلك هناك نقص انتاج مواد ضروريه مما يؤدي الى اضطراب وظيفي للاعضاء، مثلا الجهاز التنفسي الى ما خداش المواد الكيميائيه الضروريه ديالها غيكون عندك اضطراب تنفسي. كذلك الجهاز الهضمي ما خداش المواد الغذائيه الضروريه غيكون عنده اضطراب هضمي، وهكذا سائر الوظائف اللي عندنا سواء دمويه او عضليه او عظميه او يعني دماغيه تتعرض للاضطراب الوظيفي. ديال الجسم ذكي، عندنا شي الجسم ذكي ما يمكنش انه يدير شي حاجه هكذا، يعني يا اما تي الى كانت عنده وظيفه كان عنده استقلاب متوازن تيدي الدور ديالو عدم تراكم غير الامور غير مرغوب فيها، وكذلك تيدي الى ان ذاك المواد الكيميائيه الضروريه تتادي الوظيفه ديالها بشكل كبير. في حاله يعني عدم توازن ديال هذا النظام ديال التمثيل الغذائي تيوقع واحد الخلل كبير، هو ان الجسم عوض ما واحد المنتوج ا زائد منتوج بي او منه سي، تيضطر انه في غياب الانزيمات او سوء التغذيه تيؤدي انه يقدر يصاب واحد المنتوج دي اللي هو سام تيتراكم في الخلايا ديال الجسم. اذا الاعراض ديال هذا الضعف، نعطيكم اعراض كبرى ديال خلل في التوازن ديال الاستقلاب او عمليه الايض او الميتابوليزم. شعور بتعب غير مبرر، الانسان تيكون عيان، علاش ما عرفش، واخا يكون ما دارش شي مجهود بدني او لا شي مجهود ذهني، تلقاه يعني في صحه سلام شويه يقول لك انا عيان وصحتي ما هياش وكنحس بالدقديقه، هذا عنده خلل في الميتابوليزم. صعوبه التنفس بكلتا الحالتين، يا اما تكون عنده ضيق التنفس يعني ما تيقدرش يتنفس، تيبدا ينهج الا كان طالع في الدروج ولا بغى يجري تيبدا ينهج، او لا تيكون عنده صعوبه في التنفس يعني سرعه التنفس، يعني التنفس عنده سريع قد يؤدي به الى الاختناق وما تيقدرش يتنفس بطريقه سهله. اذا كانت فيكم هذه الاعراض عرفوا بان عندكم مشكل ديال الميتابوليزم او الاستقلاب الخلوي. كذلك تدهور صحي واضح في كلتا الجهتين، اما انسان تكون عنده زياده في الوزن مفرطه، هذا تدهور صحي واضح، او نحافه مفرطه كيش التوازن، هذا تدهور صحي واضح. اذا الانسان لما شافش عنده يعني القوام ديالو رشيق، القوام ديالو متوازن منتظم، راه بانه عنده خلل في الاستقلاب، خاصة المنطقة الوسطى ذكرها القائد محمد العتابي، راه منطقة خطيرة جدا. غير تشوف البطن ديالك بدات تنتفخ والجسم ديالك يعني مستوي،
عرف بان عندك مؤشر ديال خلل في الاستقلال، وهذا قد يؤدي الى واحد المرض خطير وهو مقاومه الانسولين. الانسان غير تبدا تشوف البطن ديالو بدات تتنتفخ، يعني الشحوم والدهون تتراكم، يعرف بانه عنده مشكل. اذا راه يقدر تكون عنده مقاومه ديال الانسولين، يكون عنده السكر واخا يكون عنده الانسولين. اذا هناك اقسام ديال هاد الامراض. كاين التسمم الخلوي اللي هو الان اصبح كبير بزاف، تتلقى الانسان تمرض له الاعضاء. لماذا؟ لانها تسممت، تعرض له اما الكبده، تمرض له القلب، يمرض له المعده، تمرض له مجموعه ديال الاعضاء في الجسم ديالو. ناتج ماذا؟ ناتج هذا التسمم الخلوي اللي ناتج عن اختلال في التوازن ديال الاستقلاب الخلوي. كذلك نقص انتاج الطاقه، والطاقه الجسم ضروريه، لان الطاقه هي اللي تدير لنا عمليه الانابوليزم. لان الانسان فاش تيحرق الكربوهيدرات او الدهون البروتين فتتنتج واحد الطاقه، هذيك الطاقه مهمه في عمليه البناء ديال المواد اللي تحتها الجسم. اخطر مرض ممكن يوصل له الانسان هو متلازمه التمثيل الغذائي. يعني ذكرنا بعض الاعراض، نذكروا حنا واحد الاعراض ديال واحد السامبتوم ديال متلازمه التمثيل الغذائي، وهي واحد الحاله متقدمه. تقدر تكون فيك وحده من هادو، وتقدر تكون فيك مجموعين. الا كانت فيك مجموعين دق نقص الخطر على الصحه ديالك. كاين اربعه ديال الحوايج: ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ارتفاع مستوى الدهون الثلاثيه، ثم ارتفاع نسبه السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم. انا هعطي غير بعجاله الكوليسترول. الكوليسترول ما تعتقدوش بانه كله 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 مضر. كاين واحد الكوليسترول اللي هو الاش دي ال، مهم للجسم، مهم للمرونه ديال الشرايين، مهم للدوره الدمويه، مهم للليونه ديال الجسم ديالنا. هذا حميد وهو في الجسم مرغوب فيه، ولكن الخطير هو الكوليسترول الخبيث الضار اللي هو تؤدي الى انسداد الشرايين، ولا قدر الله يبقى توقع لك انفجار ديال بعض الشعور الشعيرات، وذلك تولي عندك نزيف دماغي او لا تجلط قلبي. وهذا الكوليسترول هي اللي فيها تتلصق ما يسمى بالدهون الثلاثيه، التري جليسيريد، الدهون الثلاثيه تتشد في هذه الماده الشمعيه اللي هي الكوليسترول. نتمنى من الله نكون وصلت لكم الخطوره ديال عدم الاهتمام بالاهتمام. راه واحد الامر مهم جدا. شتو راسكم ضعاف، ديروا ديتوكس. شتو راسكم يعني عندكم الوزن زايد، ديروا ديتوكس، لان الديتوكس يوزن العمليه ديال التمثيل الغذائي ويطرد السموم المتراكمه في الجسم. بعد هذه الكلمه وهذا الشرح ديال التمثيل الغذائي والهامي ديالو، اترك واحد الشهاده واحد القائد رائع جدا، والقائد عبد الجبار بابا خويا، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للسي خشيح، شكرا للسي القائد الكبير العتابي، والقائد السي محمد رحيله. في الحقيقه انا من الناس اللي دعاوا لهذا العرض باش انه تعاود في زوم، لان في الحقيقه ملي تقدم حضوريا قلنا بان فيه فوائد كبيره جدا خص الناس يستافدوا منها. انا شخصيا واخا ما عنديش الوزن زائد بزاف، درت هذه التجربه ديال البيتوكس انا والسيده ديالي، وكان عندي واحد الاشكال ديال الاحساس بالعيا، وكنحس بالجسم ديالي ثقيل. الحمد لله كنحس الان راسي خفيف، كنتحرك نشط الى ما هنالك، وهذا الحمد لله من اللي فهمنا التجربه ديال مجموعه ديال الناس، بالاضافه الى واحد العدد كبير اللي هما من العائله، يعني على الاقل واحد العدد ديال 5 أو 6 الناس اللي استعملوا الديتوكس. منهم واحد الاستاذه اللي الاخت ديالها كان عندها 102 الكيلوات، والحمد لله نقصات 12 كيلو في 9 ايام. واللي مهم بزاف هو ان النسبه ديال السكر اللي عندها يعني في الخزان انها نقصات من 14 تقريبا حتى ل7، يعني وخلات واحد المفاجاه كبيره. كاين اللي نقص 12 كيلو، كاين اللي نقص 9 كيلو، كاين اللي نقص 7 كيلو. ولكن اللي مهم هو ان واحد الطالبه قالت لي انا راه كان عندي مشكل في الميزان، ولكن اللي مهم هو ان كنحس راسي، لقيت راسي خفافيت بزاف، واش بصح ولا. ولكن ملي رجعنا عاودنا ضبطنا الميزان لقينا بان نقصت واحد العدد الكيلوات اللي هو مهم. اذا هذه التجربه ديال الديتوكس كما قال السي محمد رحيله، هو ان فعلا المتداول عند الناس هو ان الديتوكس كينقص الوزن. وهذه واحد الاشاره اشار لها السي محمد العتبي، ان هذا تبخيس لهذا الديتوكس، لهذه المواد اللي فيه وهذه المكملات الغذائيه اللي كتساهم لنا في هذا التمثيل الغذائي، كيعطينا التوازن الحقيقي. ولهذا مجموعه الناس كتلقى عنده اما النحافه واما السمنه. علاش؟ لان عنده خلل هرموني معين في الجسد ديالو فعطانا هذا الاشكال. فانا الحمد لله دخلت في هذه التجربه انا والسيده ديالي في الدار،
واحد العدد كبير من الناس اللي من العائله وواحد الاصدقاء اللي خداو هذه التجربه، والحمد لله كانت نتائج جد مهمه. كنعطيكم ان واحد الشخص اللي هو مدير بنكه، يعني ربما مجموعه الاخوان راه سمعوا هذاك التيمونياج ديالو، يعني قال لك بهذه الصيغه بحال درهم الحلال. يعني كنت كان باغي ندير هذه العمليه ديال شويه ديال الريجيم، فجيتني بحال درهم الحلال. علاش؟ لانه فعلا تاق في المنتوج ودار واحد التجربه، والحمد لله نظم الماكله ديالو، نظم يعني الوجبات ديالو، فكانت واحد النتائج اللي هي مهمه. وربما السي محمد رحيل راه هو اللي تابع معاه شخصيا، واخا انا اللي تكلمت معاه، السي محمد رحيل هو اللي تابع معاه شخصيا يعني في المراحل ديال هذا الديتوكس، والحمد لله كانت نتائج جد مهمه. هذا من جهه. الامر الاخر اللي بالنسبه لي شخصيا هو انه المنتجات اللي كانت واحد لقيتها في الدار كانها غريبه، اليوم اصبحت مطلوبه في الدار، مطلوب بالكيد، مطلوب دابا بالنسبه للوليدات الالترالايت ما بقاش كيحيدوا منه، يعني تسالك يقول لك خصك تجيب لنا. علاش؟ لانه حسينا بانه فيه واحد الغذاء متكامل، يمكن الدراري غادي للمدرسه يديهم معاهم يشربوه في الاستراحه، فكتحس بانه كيجي ما حاش بالجوع لانه فيه المكونات ديالو، بالاضافه للمكونات الاخرى اللي بالاضافه للتجربه ديال الديتوكس، كاينه تجربه اخرى حتى هي ديال البيان اتر ديال المعده وديال الحساسيه. ولكن اللي مهم هو انني ادعو، بخصوص اننا سمعنا من قائدين، السي محمد رحيل اللي هو عنده بحث الاجازه ديالو في علم المناعه، يعني كيتكلم عن علم وعن معطيات دقيقه جدا، وان شاء الله السي كوشيح امين راه عنده واحد التجربه اللي في الحقيقه انا ملي شفته كنقول اش من نقص، هذا تبارك الله راه مازال غليظ، ولكن ملي شفت كيفاش كان وكيفاش كانت الصوره ديالو عاد بان بانه فعلا كاين واحد العدد كبير ديال الكيلوات اللي نقص، وربما هو تحت على التجربه ديالو. اذا باش ما نطولش، اذا كنقول بانه كما كيقولوا المغاربه سال المجرب لا تسال الطبيب. حنا ما كنقولش ما نسولوش الطبيب، يمكن دير فحوصات، يمكن دير تشخيص عند الطبيب، ولكن بالاضافه لهذا الشيء فهاد المنتجات كما قال السي محمد العتابي انها مهمه جدا، ما يمكنش نبخسوها الحق ديالها، يمكن تعاوننا بشكل كبير في الصحه ديالنا لعده اشكالات اللي كنعانيو منها، فهي مكملات على الاقل كما كنقول حنا المغاربه، راه الا ما نفعتناش ما غاديش تضرنا. والسلام عليكم. شكرا سي عبد الجبار، تبارك الله عليك، تحفتينا حقيقه بالمداخله ديالك. وقائد محمد رحيله راه بين فعلا الجواب على المسؤول الكبير على هذا النظام العجيب الرباني اللي هو معجزه، اللي هو التمثيل الغذائي اللي كاين عندنا كاملين. وكتلاحظ بانه علاقته بالجسم ماشي علاقه وزن فقط، وانما علاقه منظومه حياه. اذا كنظن غتكون عندنا واحد الدردشه خفيفه اللي غتكون فيها خلاصات كبرى، انا والقائد رحيله في الاخير، ولكن شوقتينا بشكل كبير نسمعوا الشهادات ديال السي امين قشيح اللي تبارك الله عليه خذا هذا التحدي، واظن بانه عرف فعلا قيمه هذه الباقه ديال الديتوكس باعتباره انه جربها كما حنا طبعا جربناها وجربوها العائله ديالنا. سي امين نهار كبير هذا، وتفضل بالشهاده ديالك. صراحه عرفتي سيد راسي انا كيف العرض، والله تنسيت بالله، عرفتي بقيت كنشوف داك الشيء تبارك الله، ولا برافو صراحه الله، زعما تبارك الله عليكم، داك الشيء زوين بزاف. انا استفدت شخصيا، واخا الحمد لله زعما عندي تجربه متواضعه تبارك الله، اكثر من 40 كيلو ديال الوزن اللي حيدته، ولكن ملي كتشوف سبحان الله الجسم ديالنا كيفاش داير وكيفاش خصك تتعامل معاه، راه شي حاجه اللي كبيره بزاف. شكرا لكم الله. كما كنت سميتي امين قشيح، المعاناه ديالي مع الوزن من الصغر، انا من العمر ديال 10 سنين وانا عندي الوزن زايد، كل عام كنزيد شي بركه، كل عام كنزيد شي بركه، وكل عام كنزيد شي بركه، حتى وصلت ل 141 كيلو. لقيت اللي وصلت لواحد 141 كيلو صافي سبحان الله، قلت واقيلا الحياه هكا، واقيلا متبع لي نبقى هكا بالوزن. والوزن راه واحد المرض اللي صامت وخطير، ابار داكشي اللي كنعرفوا انه كيدير الله يستر السكر وكيدير الكلاوي وكيدير، ولكن عرفتي النفسيه كيفاش كيخليها، راه مع المجتمع ديالنا تبارك الله زوين زعما كيشي كيموتيفيك على تنقص، راه مشكله. واحد الوقيته بديت كنجرب اي حاجه قالوا لي الناس، وهاد الحاجه فينا مغاربه مزيانه، كنثقوا في بعضياتنا وكنصحوا بعضياتنا، ولكن الحاجه اللي كتكون كتصلح لشي واحد راه ما كتصلحكش انت، وكتجربها وكما قال لك تبارك الله السي رحيله، الميتابوليزم ديال كل الجسم كيفاش غيتقبل داك نقص الوزن. مي حنايا قال لك دير هادي، بديت كنشرب الحامض ما خليت ما درت، وكنلقى شويه البركه ديال الوزن، ولكن وسط 141 كيلو ما كتبانش، بحال كما قال واحد السيد قال له بحال 100 درهم ديال المازوت في الرونج، ما كتبانش، ما غاديش تبان، ديماري مشات، داك الشيء اللي كتنقصوا في وسط 141 كيلو ما تيبانش.
تعرفت صراحة على لي برودوي في 2016، ما نكذبش عليكم، من 96 حتى 2016 20 عام ديال المعاناة مع نقص الوزن. ما ثقتش في الأول، قلت كيفاش بيدوزات برودوي غتشربوا، لأن أنا كنعرف لا بغيتي تنقص الوزن بزاف خصك دير مجهود بزاف، كيفاش غنتبع هذا البروغرام؟ الحمد لله ثقت في السيدة اللي عطاتني هذا لي برودوي، الله يجازيها بخير من موضوع شيماء. بديت كان بديت حيت أنا شحال هذيك كنت كنقص الوزن، المشكل اللي كنت كنلقاه هو كان كتولي الفورمة ديالي بحال أورانجينا، بلاصه ضعيفه بلاصه غليظه، كتقول اللهم خليني هكاك عريض، اللهم خليني كلي هكاك عريض، احسن من ذاك الضعف اللي بلاصه ضعيفه بلاصه غليظه كتولي بحال اورانجينا. ما كتقول اللهم. اللي عجبني بزاف انا صراحه شخصيا اللي عجبني بزاف في البروغرام هو تيحرق الدهون، العضلات كيحافظ عليهم، وهنا عجبني الحال. انا كان ضعاف وبقات الفورمه ديالي الحمد لله مقاده، كنت اكمل دارو المده ديال 17 عام ومدمن عليه من الصغر، لقيت راسي خديت البروغرام باش نقي الدات ونقص لقيت راسي الكارو تخلصت منه دابا 5 سنين. كان شعري كيطيح هي بزاف، كانت المعده كضرني، تخيلوا معايا كنت كنشرب غير الماء والتفاح كضرني المعده، حيت المعده ديالي ولات طايبه بكثر دوك التجارب اللي كنت كندير باش نضعف. تخيلوا معايا دابا الحمد لله وليت كنتريني خفافي كما قال الاستاذ سي عبد الجبار التلميذه ديالو، اللي خفافت فريمون بصح، خفافيت بزاف، وليت رشيق نقدر ندير بزاف الحوايج، نقدر نمشي نجري نتمشى مسافات طويله. واللي اجمل بزاف باش نختم بها ان شاء الله، اللي اجمل بزاف هذا البرنامج ديالنا، وكيرجع لك الحياه، كيرجع لك الحياه، كترجع لك الروح ديالك، كترجع لان السمنه كتكون مخبي واحد الانسان اللي زويون، غير كتمشي السمنه كيخرج داك الغزال زويون الشكل المضمون. وكنصح اي واحد صراحه اللي كيعاني من السمنه او اللي كيعاني من مشاكل صحيه في الدات ديالو، بغى ينقي الدات ديالو او اي حاجه ينقي الدات ديالو، بغيتي ولا كرهتي الكوفيد خلاك تهلا في صحتك، ترد ليها البال وما ديرش اي حاجه، دير شي حاجه اللي معروفه تبارك الله، وحنا راه كشام 43 سنه ديال النجاح. شكرا للاساتذه ديالنا، والله الا فريمون حضرت معكم عجبني الحال، ونظرا لضيق الوقت نظرا لضيق الوقت تعرفوا دابا ما خصناش نفوتوا الحصه فيها ساعه، المهم بقى واحد 4 دقائق لك الكلمه استاذ، ختموا تبارك الله عليك صراحه. 4 دقائق كنظن سي قيد رحيله ما غندمش فيها الفقره الاخيره، ولكن غنقول واحد فينا غيقول خلاصه اساسيه في علاقته او معرفته بالبرنامج، وكنظن نعطي الكلمه لقيد محمد رحيله يتكلم لينا على اشنو كيمثل لك الديتوكس من خلال التجربه الشخصيه والتجربه مع الزبناء او الناس اللي يستعملوا هذا المنتوج او المعارف ديالك او العائله ديالك. الرساله الديتوكس في المجتمع شنو هي؟ شكرا سي محمد، شكرا سي امين، شكرا سي عبد الجبار خويا بابا خويا. مره اخرى النصيحه ديالي، واخا ما يكونش عندكم مشكل ديال الزياده في الوزن، ديروا الديتوكس. علاش؟ لان حنا في حاجه الى ازاله السموم. واخا يكون عندك وزن مثالي، واخا يكون عندك وزن مثالي وتكون الشكل ديالك يعني الخارجي يعني مقاد مصاوب، في حاجه الى ديتوكس، لاننا تراكم السموم خاصه في هذا الزمن لان كاين تلوث هوائي، كاين تلوث غذائي، وكاين تلوث بيئي، كاين تلوث ضوئي، اذا كاين مجموعه ديال الملوثات. حنا في حاجه الى ديتوكس، واخا ما محدناش الوزن والاشاره ديتوك ما نقدرش نقول لك قد وقد من الوزن، لان كاين عندي حالات سي محمد زاد لهم الوزن. علاش؟ لانه كان عندهم واحد المشكل، وانه التمثيل الغذائي كان عندهم ما تيفيكسيش المواد بشكل جيد، يعني بمجرد ما داروا الديتوكس كانت الاستجابه السريعه وبدات الكتله العضليه تتزاد بشكل طبيعي، وبدا التخلص بالموازاه بعد دهون. الكلمه لك سي محمد. هذه الكلمه الاخيره اللي ذكرتي الاهميه ديالها كتكمن هو ان الرياضيين او ما يسمى برياضات التحكم في الوزن، وهي رياضات اولمبيه، جربوا الديتوكس ابطال عالميين وكينصحوا بهم مجموعه من الرياضيين على مستوى العالم اللي كيجربوا الديتوكس وعرفوا المنفعه ديالو في هذا الجانب، لانه كما قال سي قوشيحه هو كينقص الدهون ولكن تيحافظ على الشكل المتناسق ديال الجسم، وكيحافظ على الكتله العضليه انها تبقى متماسكه ورشيقه. نقدر نقول لكم بان قيمه الديتوكس هو انها كتحمي الانسان من التسممات، قيمه الديتوكس هو بدايه برنامج للتخسيس، قيمه الديتوكس هو الفيدونج اللي خصنا نديروه على الاقل مرتين في السنه، الا كنا كنديروا الفيدونج للطوموبيل ديالنا باش نخليو المحرك ونخليو يعني الادوات
والمسائل التقنيه ديال السياره في سلامه وصحه، فاولى واحرى صحه الانسان في حاجه للديتوكس على الاقل مره واثنين، واخا ما يكونش مريض. للاسف انه كنصحابو الديتوكس كنديروا هي ملي كنكونوا عندنا نحافه او عندنا سمنه باش نديروا التوازن، او مرض لا كنديروه باش نديروا الجانب الوقائي. الاب ديالي سي محمد رحيله مع الوالده ديالي الاشاره داروا الديتوكس في ان واحد. الوالد ديالي الحمد لله بفضل الديتوكس حما انه ما درش العمليه الثانيه على الركبه ديالو، لانه كان عنده مشكل ديال انه خصو ينقص 120 كيلو على الاقل. والوالده ديالها ايضا مشكل ديال الام العظام والمفاصل، داروا في ان واحد. الوالد في ظرف 9 ايام اللي هو البرنامج ديال الديتوكس بالتتبع ديال البرنامج طيح تقريبا واحد 8 كيلو، وبقى عنده النقص غادي يعني كينقص بشويه بشويه من بعد الديتوكس لمده ديال شهر، حتى وصل الان بقات ليه شي 3 او 4 كيلو. الوالده ديالي كان عندها فقط النقص ديال 5 كيلو، بمعنى كما قلت يا سي محمد قايد رحيله بان الميتابوليزم ديال كل شخص مختلف والاستجابه ديالو مختلفه. هذاك الشيء علاش الديتوكس في قاعده رابح رابح على جميع المستويات، وهذه القاعده اللي كتجمعنا طبعا في هذه المقاوله الجميله. شكرا لكم لتتبعكم، شكرا للقائد رحيله الاب ديالي لوباغان ديالي اللي كنفتخر به، شكرا للقاده وليزابلاين ديالنا القائد سي مريس الروكي، سي حسن دادان، لنا نجمه، سي مكاك، سعاد اكلاز، سي توفيق، كل ليزابلاين ديالنا كنفتخروا بهم لان تعلمنا معهم حقيقه قيمه المنتجات في حياه الناس. الى ان نلقاكم ان شاء الله قريبا، دامت لكم الراحه والسلامه والصحه. والختم سي قشيح، سي قشيح هو اللي غادي يختم لانه خيره مثال على قوه الديتوكس. تبارك الله عليك استاذ، صراحه استمتعنا مع الاخوان، انا راه تفكر الحضور اكثر من 100 وبقاو حتى الاخير واكثر من ساعه ما شاء الله. المنفعه الحمد لله عمات، استفدنا وان شاء الله نتلاقاو في عروض اخرى، ولا عندكم شي اسئله الناس اللي عرضوا عليكم يزيدوا يقدروا يجاوبوكم اكثر. من نصيحه اللي نقدر نقول لكم في الاخير، تهلا في صحتك، خلص الضريبه مفرقه احسن ما تخلصها مجموعه. تصبحوا على خير، تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. نعم.